اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. انا دلوقتي بقدم لكم فيديو عن ان احنا دلوقتي يا جماعه هنلعب لعبه الفيفا. واحنا يا جماعه بقالنا كتير جدا ما لعبناهاش. النهارده يا جماعه احنا هنلعب ماتش انا ضد ياسر، وهو يا جماعه ده في الحلقه هيتكلم دلوقتي. واحنا دلوقتي يا جماعه هنلعب، هو دلوقتي هو ماسك الدراع اهو زي ما انتم شايفين. هنختار دلوقتي الفريق، نلعب كلاسيك ماتش. تيجي نلعب دولي يعني الانترناشونال ده يا جماعه، فاكرين اللي هو بتاع كاس العالم ده؟ هناخد بلجيكا، يعني هيبقى ماتش زي كاس العالم كده زي ما انتم شايفين يا جماعه. وعايز اصلا ناخد بلجيكا صح؟ لا، اوكي. بلجيكا ضد الارجنتين، تتوقعوا يا جماعه مين اللي هيفوز، انا ولا ياسر؟ اكتبوا دلوقتي يا جماعه توقعاتكم. وطبعا يا جماعه انا اسف جدا ان انا بقالي شهر كامل بحاله وما بنزلش اي فيديوهات، و المواعيد العاديه للفيديوهات يعني كل يوم سبت، كل يوم سبت هتلاقوا فيديو جديد. تاريخ كبير، انجازات مهمه جدا، نجوم ولاعبين واساطير وذكريات. ننتظر مباراه مشوقه في ال 90 دقيقه القادمه. لقاء اليوم سيلعب فيه منتخب الارجنتين ضد المنتخب البلجيكي. ستكون المتعة حاضرة في مباراة خطيرة لوكاكو، تدخل لاحق لوكاكو. لعيبة مش سريعة كده ليه؟ اليوم واجب يعدي فيها، يتقدم فيها. طيب مش هيعرف طبعا يجيب فيها. الدقائق الأولى الأمور تشتعل، فرصة تضيع في اللقطة الماضية، كم ممكن هدف الافتتاح؟ انفراد تنطع في اللقطة الماضية، مستحيلة هذه الكرة. رايس ميرتنز. كل هذه ضربات جزاء، تدخل جميل من اللاعب. انا ما قطعت الكوره بس بتروح الكره للخصم. درويس ميرتنز، فرصه للتقدم. ينجح في استخلاص الوقت المناسب، شوتها ليونيل ميسي. فرصة والمساحة موجودة. يلا ميسي، يلا ايه ميسي، كاستنتي من كورتوا والخطورة مستمرة. لوكاكو تقريبا يا جماعة اللاعب البلجيكي. 20 دقيقة، 70 دقيقة كمان. ايدن هازارد، فرصة هدف لوكاكو، لابد ان تستغل هذه الكرة. وانا ليه مش عارف ان انا اشوف الجول؟ ده غلط. جول كده يا جماعة. أنا 1-0 ليا ضد شجاع الحكم رايح في احتساب هذا التسلل. الموقف صعب صراحه، خلونا نشوف الاعاده.
ماركوس أكونيا. سبرايز. ليونيل ميسي. هنا في مكان يتقدم الكرة. أوقفها وبعدها تدخل وحافظ على الشباك. الله على حارس المرمى. واسف لكم يا جماعة اللينك بتاع قناة ياسر جيمر تحت في الديسكريبشن، الريت كله يشترك فيها. وات ميرتلز دفاع قوي وتدخل لاستكاك الكرة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة. ولو عندكم يا جماعة أفكار يا ريت إن أنتوا تكتبوها تحت في الكومنتات، عشان أنا ما بيجيليش أفكار كتير. ما بيجيليش أفكار، الأفكار قليلة جدا، عملنا أفكار كتير. لوكاكو. سيرجيو أغويرو. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. ايدن هازارد. حكم يعطي نظرية لمصلحة الأرجنتين. ركلة حرة للمنتخب الأرجنتيني. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. رايس ميرتنز يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. أنا مش عارف يا جماعة فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. أكسل فيتسل. السيرك اللي ما بتشتغلش. باولو ديبالا. الكرة بمر وتقدم الكرة. تشتغلش معاك؟ كيف انت بروي؟ لكن انت دي مخامس عشان لو كان بيشتغل ليه؟ إذا حد الفرصة من الحكم المنتخب بلجيكا. كرة ثابتة وركلة بس كويس عشان الجوانت قليلة. الحكم يكتفي في هذه اللحظة بالإنذار الشفوي، لكن على اللاعب أن يكون حذرا في مثل هذه التدخلات. الكثير من الحالات سيخرج الحكم الورقة الحمراء مباشرة بعد هذا الإنذار الشفوي. أكسل فيتسل يفقد الكرة. هازارد. باولو ديبالا. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب إيدن هازارد. بالمقاس يرسلها هازارد. الحارس يخرج في خلص الكرة بمعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. الحكم يشير الى دقيقتين فقط كوكب ضايع. توقع جيد في قطع الكرة. واحد يعدي فيها، يتحرك فيها. تعدد فيها بلحظات، مباراة تعود الى بلحظة. الان كل شيء وارد، كل شيء ممكن. لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء. مرت الكرة للشباك. والشوط الاول يا جماعه كده يبقى خلص دلوقتي. دلوقتي يا جماعه احنا هنشوف الشوط الثاني. الشوط الثاني يبدا عند المنتخب البلجيكي. في حاجه تقدر تعملها دلوقتي حالا وانت ما قلتش ايه؟ السيركل يا جماعه ما بتشتغلش. مشكلة. هو شكل يا جماعه الفيديو مش هيبقى له نهايه. يعني احنا هنخلص الماتش ونقفل الفيديو على طول علشان الوقت يسمح ان احنا ننزله. في تدوير الكره مع الزملاء في ارضيه الملعب، دقه كبيره في التمرير. فينسنت كومباني. ده جول توبي اندرفيل. لكن كلنا عارفين ان انا فوز. هو انا جبت جون في نفسي اصلا المره اللي فاتت دي. أوه 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 أوه.
الا اذا جبت جون في نفسي. أتوقع إن إحنا نبقى تعادل ولا كده. ليوني ميسي يرتدها داخل المنطقة، مر فيها، انطلق فيها، راح الكرة ليست مشكلة. مفيش أجوان تانية ليك. مش هتصدق إيه ده؟ مش هتصدق كده إيه اللي كنا نشوف الصورة دي بالشكل. إزاي؟ جت الحاجة المهمة اللي أنا إزاي شفتها. طب واشتغلت في الفيلم دي؟ لا فين يا جماعة الصوت ده التحفة دي؟ الكورة مستمرة. ايدن هازارد، لوكاكو، هجوم لمصلحة المنتخب البلجيكي. لا لا هي دي الفاول، هي دي الفاول. دي ضربة جزاء كمان. فاول. المسافة كانت قريبة لكن برافو ما تردد في احتساب الراية. يفقد كل الوقت ده واحنا لسه في الدقيقة 66. ازاي؟ سيرجيو اجويرو مصابون هدف بيريح الاعصاب، هدف بيثير التوتر، هدف بيبرم الهدفين. بحاول اجيب الجول ده عشان بس السيركل ما تشتغلش معانا. لكنها اقتربت الان. حاولت ادخل جولين حتى عشان ما تخسرش. النتيجه الان 3-1. يعني السيركل زي اللي ولا حاجه. يعني الولد عندنا اكس. لوكاكو بيحافظ على الكره. لا مش هخليك تعمل لي تنزل حتى لو خلاص لمصلحه بلجيكا. بعيد المكان لكن لاعب يمكن يكون حقيقة. ما تقدر تقول حقيقة. كرة تحت بين حصان. صح. صح. نو. نو. وباقي الـ3-2 زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة لو بقى التعادل احنا مش هينفع ان احنا نعمل هننهي الماتش عادي تعادل. هذه اللقطة هذه الغلطة من حارس المرمى. بصوا عشانكم انتوا بس انا احسن حاجة عشان ما عشان الفلوس. نتيجة اللقاء 3-2 مقابل هدفين، هدف وحيد يصل بين الفريقين حتى الآن. ميرتنز بيعدي، ميرتنز بيمر فيها. يا ريت انت عارف لو تعادل هنعمل ايه صح؟ هنكتب مين اللي فوز في الكومنتات. هو المفروض يا جماعة 15 دقيقة وأي عدد ثواني ممكن. ودلوقتي بس يا جماعة احنا وقفنا بس لمدة يعني 10 دقايق من احتساب الماتش علشان الفيديو، علشان الفيديو يعني يعرف يكمل. لو انتهى تعادل هننهي الماتش تعادل عادي. مش لازم يبقى حد فيه. انا فايزك المره اللي فاتت 3-0. خلاص بص جاي المره الجايه يا جماعه تقريبا هتبقى الفيديو فيفا برضه الفيديو الجاي تقريبا فيفا يعني انا هركز على الفيفا الفتره اللي جايه جدا. هجوم لمصلحه المنتخب البلجيكي ما تحولش اصلا عشان احنا عارفين. عشان زي ما انا قلت لكم عشان اول فيديو انا قلت لكم اللي انا ليونيل ميسي
بصوا لو 5 2 لو 5 2 لو 5 2 اوكي مش 5 2 اوكي يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا شير وكومنتات كتير في الفيديو وقولوا رأيكم. يلا سلام، يلا نقفل بقى.